حاولت باش نرسخ تقاليد اينما حليت في اي دوله نمشي ليها لازم نتلاقى مع الجاليه تاعنا اولا. اعطيت تعليمات صارمه للسلك الدبلوماسي تاعنا والتكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفاره تخلق هيئه تاع محامين للدافع على مصالح اولادنا في الخارج. وفي رمضان ان شاء الله نجيبوا الاولاد نتاعهم في الراحه هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكره. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص ان الوضع الاقتصادي اللي هي اصبح صعيب.